يعني ربنا سبحانه وتعالى مش هيشيل كتف حاجة إلا لو كان قدها. كان عندي جوز لمدة 50 يوم، مش قادرة أتكلم على تفاصيله دلوقتي، أو مش عايزة أتكلم على تفاصيله دلوقتي، أقدر أتكلم عليها لما هقدر أتكلم عليها. لكن إحنا كان لازم نطلع، أولاً كان لازم نطلع عشان إحنا عندنا رسالة، والرسالة دي لازم نكملها. كمان كان لازم أطلع علشان أنا هي نفس الست اللي قعدت 5 سنين تقول لكم إن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر، وإنه مهما حصل مهما الواحد مهرب حاجات مش كويسة كان ربنا موجود. الاختبار صعب، والحياة اختبارات، والحياة امتحان. كل واحد فينا عنده امتحان شكل، وكل واحد فينا بيمتحن في مادة شكل، وكل واحد فينا بيمتحن قدر استطاعته. ولا وقتك زي وقتي، ولا ورقتي هتنسحب في نفس الوقت اللي ورقتك هتنسحب فيه. لكن انا هي الست اللي كنت بقولك هتعدي، وانا كمان متأكدة انها هتعدي بالوقت والصبر والدعاء والصلاة هتعدي. وانا طالعة النهاردة رغم ان انا كان عندي الاختيار او الامكانية ان انا ما اطلعش واني استنى حتى بعد رمضان، بس انا صممت ان انا اطلع عشان زي ما بشجعك كمان بشجعني. وزي ما قلت من دقيقتين انه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال ان مع العسر، ان مع العسر يسر، ان مع العسر يسر، وقالها مرتين علشان يأكدها. وجزء من يسري الكبير كنت انتو كمل دعوات كتير، دعت لأمي الله يرحمها وهي عايشة وهي ميتة. لو كنت قعدت عملت فلوس كتير أو كنت بقيت ملكة الدنيا ما كانش هيحصل. ناس كتير وقفت جنبي، أهلي وصحابي، كل الناس اللي في السي بي سي، أشخاص ربنا سخرهم علشان يكونوا جزء من اليسر. احنا بشر، كل واحد بتحصل له حاجات لازم يصبر عليها ويستحملها حتى لو العقل مش مستوعبها أو القلب مش مستحملها. لكن هو ربنا قال وبشر الصابرين، فاحنا لازم نقول الحمد لله ونصبر. متوحشتوني جدا جدا، وانا متشكره جدا عشان في الازمه دي ما حسيتش اللي انا عملته في ال5 سنين اللي فاتوا راح. بالعكس انا بشكركم جدا، بشكر دعواتكم جدا، بشكر كل الناس اللي دعوا لي ودعوا لامي الله يرحمها، بشكر زمايلي وزميلاتي، وبشكر الاداره، بشكر اهلي، بشكر النجوم كتير في كل حته، بشكر شخص معين هو قاعد بيتفرج عليا وقف جنبي، انا بشكره.